السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بجديد الحالة الجوية بالمغرب نستهل نشرتنا بحول الله لهذا اليوم بتوقعات اليوم الجمعة بحول الله خلال بعد الزوال من المتوقع ان تعرف المنطقة الوسطى الشمالية للمغرب بنزول تساقطات مطرية وتشكل غيوم على مستوى آس آسفي الجديدة سطات خريبكة وكذلك خنفرة وكيكو وميدلت وكذلك أجواء غائمة على مستوى فاس وكذلك بني ومن المتوقع إن شاء الله كذلك أن تستمر الأجواء في الاستقرار على مستوى المناطق الوسطى للمغرب وكذلك الجنوب الشرقي مع احتمال كذلك هبوب رياح قوية على مستوى أقاليمنا الجنوبية للمملكة. هذا فيما يخص بعد الزوال بالنسبة كذلك لليلة الجمعة بحول الله فمن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء العاصفية على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة. ومن المتوقع كذلك أن تعرف المناطق الوسطى للمغرب تشكل غيوم متفرقة على مستوى المرتفعات. ومن المتوقع خلال الفترة المسائية تعرف بنية الجيت نزول تساقطات مطرية ضعيفة ومتفرقة. ومن المتوقع كذلك أن تعرف كيكو وخني تشكل الغيوم، وكذلك ابن ملال قد تكون مصحوبة بنزول زخات مطرية متفرقة وضعيفة وذلك خلال مساء هذا اليوم وبالنسبة كذلك متابعينا الكرام اللي توقع تحول الطقس إن شاء الله ليوم الغد السبح لله فمن المتوقع أن تعرف كذلك المملكة أجواء صافية على مستوى المناطق الشمالية وكذلك المناطق الوسطى للمغرب مع احتمال تشكل غيوم على مستوى منطقة بوعرفة وكذلك خنيفرة هذا فيما يخص الفترة الصباحية بالنسبة كذلك لفترة بعد الزوال فمن المحتمل أن تعرف منطقة طوطة الحاشكيك كيكوخ فاس وتزا تشكل غيوم أو أجواء غائمة مع هبوب رياح غربية متوسطة السرعة مع احتمال استقرار الأجواء بباقي المناطق الوسطى وكذلك الجنوب الشرقي للمملكة وكذلك الأقاليم الجنوبية بالنسبة لمتابعينا الأعزاء في كل مكان حالة الطقس اليومي الأحد صباحا بحول الله فأجواء صافية على مستوى المناطق الجنوبية والوسطى للمغرب كما يوضح لنا هذا النموذج مع احتمال عودة الأجواء إلى الاستقرار على مستوى المناطق الشمالية كذلك كما يوضح لنا هذا النموذج خلال الفترة المسائية من يومه الأحد بحول الله فأجواء مستقرة نسبيا على مستوى المناطق الشمالية وكذلك المناطق الوسطى للمغرب بالنسبة لتوقعات أحوال الطقس اليومية الاثنين القادمة بحول الله فمن المتوقع أن تعرف المملكة نزول تساقطات مطرية على مستوى المناطق الشمالية ويهم الأمر ببرد العرائش وكذلك إقليم الناظور الذي قد, قد يعرف نزول تساقطات مطرية وذلك خلال الفترة الصباحية من يومه الاثنين خلال فترة بعد الزوال من المحتمل أن تعرف أقصى شمال المملكة نزول تساقطات مطرية متفرقة وضعيفة وأجواء غائمة على مستوى هذه المناطق. إذا هذا فيما يخص حالة الطقس الخاصة بهذه الأيام لا تنسوا الاشتراك للتوصل بجديد الحالة الجوية بالمغرب دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته